يعني برأيك المخاوف الأمنية فقط هي من تدفع تركيا لتنفيذ عملية عسكرية في شمال سوريا؟ ألا ترى أن قضية اللاجئين وأن تركيا تقريبا يعني تحتضن 4 ملايين لاجئ سوري، ألا تجد بأن هذه القضية هي سبب آخر أيضا للبدء بعملية عسكرية لتوسعة 30 كيلومتر في العمق السوري ووضع اللاجئين فيها؟ أولا يعني قضية عودة اللاجئين مرتبطة بحل سياسي شامل في سوريا، لا يمكن عودة اللاجئين إلا عودة طوعية، وتركيا تعي القوانين الدولية وهي لا تخالف هذه القوانين الدولية. الأمر الثاني، أنا أرى حقيقة أن عودة اللاجئين هي قضية يعني ستكون شاملة على مستوى الأراضي السورية، ليست تركيا فقط التي تحتضن ملايين السوريين، وإنما دول الجوار كلها، لبنان وظروف لبنان يعني أصعب بكثير من تركيا، أيضا الأردن. أعتقد أن تركيا هي تريد أن تحقق عودة اللاجئين وتطرح هذا الشعار سياسيا من أجل أن يكون لها يعني مكاسب على مستوى الناخب التركي، ولكن هي تعلم أيضا أن عودة اللاجئين ستستغرق سنوات، ونحن نتكلم عن بضعة أشهر، يعني قضية انتخابات حزيران نحن على الأبواب، يعني 6 أشهر ويكون هذه الانتخابات، ولا يمكن أن يكون هناك عودة حقيقية بهذه الأعداد، وخصوصا أن العملية العسكرية تباشيرها لم تبدأ بعد. ولكن يمكن أن تسمر العملية العسكرية ونفوذ الجيش الوطني السوري في هذه المنطقة لعودة اللاجئين ضمن حل سياسي يضمن حلول حقيقية سياسية تنصف السوريين المتواجدين في تركيا، المتواجدين في الشمال السوري في المناطق المحررة، ويكون حل سياسي شامل على مستوى الأراضي السورية.